السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين ام سلطان مع شهيوة جديدة. وصفتنا ديال اليوم كيك يومي اسفنجي، كيجي زوين بزاف حتى في الشكل ديالو وفي المذاق كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، غادي ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني بلي لايك، واللي ما مشتركش يضغط على الجرس باش يوصلوا اي جديد. كنحتاجوا فيها كاس ديال الزيت، كاس لاروب سنيده، نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء دافي يكون دافي، ربعات البيضات، ثلاثة الكيسان جوج الدقيق، ساشي ديال الفاني، جوج خمارات حمرين، واحد ساشي ديال الكاكاو. الا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا معلقه كبيره ديال الكاكاو حتى المعالق. صافي، كنحتاجوا دانون بنكهه الفاني. غادي ناخد اناء اللي غادي نطلع فيه البيض، يمكن لكم تستعملوا مولينكس ولا غير طراب يدوي، تخلطوه بيديكم مزيان حتى ينسجم هو السكر. غادي نضيف البيض، غادي نضيف كاس لاروب ديال سنيده ونخليهم يطربوا مزيان. جربت سنيده مع البيض، زدت كاس ديال الزيت، ضفته بشويه بشويه، من بعد زدت الماء. دابا غادي ندير دانون فاني، واخر حاجه ساشي ديال الفاني، كتعجبني النكهه ديالها في الاخير. هذا هو الشكل النهائي ديال الخليط. صافي، كناخد صفايه ولا غربال، كنضيف ليه جوج خمارات حمرين، وكنضيف الدقيق بشويه بشويه حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. صافي، غادي نستمر فحال هكا، نزيد في الدقيق بشويه بشويه حتى نسالي الكميه اللي عندي اللي هي ثلاثه الكيسان ديال الدقيق. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما دخلت فيها ثلاثه كيسان ديال الدقيق. باش تعرفوا الخليط ديالكم راه ناجح ما خاصوش الدقيق، كترسموا 8 في الخليط، كتهزوا سباتيل وكترسموا 8. صافي، الا ترسمات لكم عرفوا الخليط ما بقاش خاصو الدقيق. صافي، نقسم الخليط على زوج، نص غادي ندير له الشوكولا ونص غادي نخليه عادي كيف ما شفتوا معنا في الصوره. النص الثاني اللي غادي ندير له الشوكولا، غادي نضيف له معلقه ونص ديال الشوكولا نوتيلا ولا اي شوكولا ديال الدهن اللي كتستعملوا. غادي نضيف تقريبا معلقه ونص
تجي لذيذ هذا الكيك، غير جربوها ان شاء الله، غادي تنال الاعجاب ديالكم، غتبقاو ديما ديروها. صافي غادي ندير ساشي ديال الكاكاو، من الاحسن نغربلوه باش ما يبقاوش لينا الكويرات في الخليط. صافي غادي نضيف 2 معالق ديال الماء في الاخير باش نخفوها شويه، لحقاش زدنا الشوكولا كاكاو وزدنا الشوكولا ديال الدهن، كنزيدو 2 معالق ديال الماء، كنخلطو مزيان حتى كينسجم لينا الخليط. مول طويل دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم. غادي نضيف الخليط في دفعه واحده باش كيجينا الشكل ديالو كيف ما في الصوره، كيجي نص نص. صافي في هذه المرحله مشعل الفران سخون على 180 درجه، غادي ندخل الكيك لتحت. تقريبا خدات لي ساعه الا ربع، وانتم كتراقبوها مره نصيحة حتى تفوت نص ساعة الاولى عاد حلو عليها باش ما تهبطش ليكم. انا خدات لي تقريبا ساعة الا ربع، وفران كيختلف من واحد لواحد. صافي تطابت لي من التحت، عاد شعلت عليها الفوق باش كتحمر، ومني خرجات خليتها حتى بردات ورشيتها بشويه ديال السكر كلاصي، كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه. فيها 2 مذاقات، مذاق ديال الفاني ومذاق ديال الشوكولا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، غادي تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشجيعاتكم ليا بلي لايك، وتخليوا ليا لي كومونتير زوينين ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه يشترك باش يوصلوا اي جديد.